الثالث عشر في أشواط مساء هذا اليوم، يحمل هذه الأبكار اللقاية على صايل التي تتنافس على شرف الفوز، على شرف الفوز والناموس في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. الشوط الثالث عشر نسير مباشرة على المراكز الأولى إلى المقدم لنتعرف. الشاهينية على رأس الحرب من هجن العاصفة، تتصدر الأبكار وتتقدم هني ضمرها غياث الهلالي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما تليها بالمركز الثاني هذه الطائفة، الطائفة تعود ملكية لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان، يضمر محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز تاتينا فيه وتتواجد مشاهدي العزاء المايدية، المايدية من هجن الشحانية على المركز الثالث يضمرها ويتابعها في هذا الانطلاق سالم بن فاران المري، بينما المركز الرابع، رابع المراكز هذه تدخلت، وصلت الشاهينية تتقدم على رابع المراكز من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي، بينما المركز الخامس سائر شوي ناخذ بقية المراكز. المركز الخامس هذه تدخلت وتقدمت سرابة لاسم الشيخ راشد بن سعود المعلى، يضمرها طارش بن راشد بن طارش المسافري، يتولى عملية التضمير، بينما الدخول من قبل سباير تاتي من هجنة الشحانية، يقدمها سالم بن فاران المري، وهناك شعار معالي الشيخ محمد بن بطية الحامد مع مختار بن أحمد. هذه نوف، هذه نوف تتقدم وهملولة بشعار هجن الرياسة مع حمدان بن محمد بن مروشد، يتقدم على المركز السابع والثامن. أما المركز التاسع شعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير. المركز العاشر هملولة لهجن الرياسة مع حمدان بن محمد بن مروشد. هكذا العشر المراكز، هكذا العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل. عودتنا مرة ثانية إلى المراكز الأولى، عودتنا إلى الأثار الحاضرة في أمسية هذه الليلة، الأثار أثارة الأبكار، الأبكار اللقايا والجعدان وهذه الحضور الجميل لهذه الشعارات، لهذا السن، سن المفاجآت، سن اللقاية. عودتنا إلى المقدمة وإلى المركز الأول، نسير مع مقدمة هذا الشوط ومع هذا الانطلاق اللي تسيطر. هذه اللي تتقدم، هذه المايدية، هذه المايدية من هجن الشحانية، سالم بن فاران المري يقدمها ويتابع تضميرها وتدريبها وإدارتها مع هذا الشعار، الشعار العنابي المقدم كذلك في عالم الأصايل، التنافس الشيق والجماهيرية الكبيرة في الخليج مع شعار هجن الشحانية، تأتي في المركز الثاني أو تنطلق على ثاني المراكز هجن العاصفة، هجن العاصفة بهذا الأداء وهذا الشعار كذلك التاريخي الجماهيري اللي يقدم غياث الهلالي مع هذا الانطلاق. وهناك التحركات بدأت، هجن التراث كذلك لهذه الطائفة لاسمه الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان، محمد بن عبد الله بن ياعد يضمرها ويقدمها هملولة، غيرت هملولة، بدلت هملولة، انطلقت من هجن الرياسة، يضمرها اللي هو حمدان بن محمد بن مروشد، وايضا هناك سراب لاسمه الشيخ راشد بن سعود المعلى وطارش بن راشد بن طارش المسافري. هذه الاسماء المتقدمة، هذه الاسماء اللي وصلت الى لوحة الاعلان الى الالف وميتين، الالف وميتين شعار هجن الرياسة وشعار هجن الشحانية في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع ما بين بن مروشد حمدان
وما بين بن فاران المري بن فاران وحمدان بن مروشة في التضمير، ولكن المسافري المسافري ديروا بالكم منه، ديروا بالكم اللي في المركز الثالث بشعار سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى وطارش بن راشد المسافري يتولى عملية التضمير والتدريب الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة وهماليل الرياسة كذلك قادمه بقوه بقوه. نعود الى المركز الاول، ما شاء الله شوف هملوله، شوف هملوله ما شاء الله تبارك الله انطلقت في الامتار الاخيره، انطلقت مع هذا الاندفاع وهجن الشحانيه على المركز الثاني، على المركز الثاني المايديه ايضا منافسه من البدايه، وهماليل الرياسه كذلك على المركز الثالث والرابع، ولكن هنا مع المركز الاول هجن الرياسة، هجن الرياسة، هجن الرياسة مع بن مروشد، مع بن مروشد حمدان مع الشعار الأحمر، هذا الشاب اللي قدم قدم أداء جميل مرضي وملفت للجماهير في بداية هذا الموسم مع هذا الشعار، شكرا يا حمدان، شعار الرياسة اللي تعود على هذا الموقع وعلى هذا المكان، ولكن حمدان كذلك قدم ثلاثية جميلة في هذا الشوط، هملولة وهملولة وهملولة، هجن الرياسة بالمثلث الجميل، حمدان بن محمد بن مروشة تهانينا، هجن الشحانية في المركز الرابع والخامسة، نشوف الخامسة اللي وصلت في هذه الانطلاقات لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى على ما أعتقد هذه النتيجة، ولكن بنعود مع التوقيت الزمني لهذا الانطلاق لهماليل الرياسة، هملولة قطعة المسافة 7 دقائق، 7 دقائق و42 ثانية بالوفاء والتمام في هذه الأمسية وهذه الانطلاقة. أعود المركز الثاني هملولة أيضا في 7 دقائق 43 و9 أجزاء من الثانية أيضا، تهانينا لهجن الرياسة، شكرا حمدان بن مروشد. المركز الثالث أيضا هجن الرياسة هملولة في توقيت زمني مقداره 7 دقائق على شاشة التلفزيون مع مخرجنا و44 ثانية وجزء واحد من الثانية، تهانينا لهجن الرياسة والتهنئة موصولة لحمدان بن مروشد على هذا التألق الجميل.